بضع ساعات فقط على إعلان دول تحالف دعم الشرعية في اليمن إصدار 82 تصريحا لسفن وطائرات الإغاثة في اليمن وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء لتدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية، حتى وصلت 4 طائرات تحمل عاملين للإغاثة ومساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. وصول 4 طائرات إغاثة إلى مطار صنعاء الدولي دليل واضح على التعامل الإنساني مع الملف الإغاثي في اليمن من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وما تفتري فيه الميليشيا الانقلابية عن عدم منح السعودية تصريح عبور تصريح للسفن الإغاثية والطائرات إلى مطار صنعاء الدولي، هذا كلام غير صحيح. مختصون في الشأن الإنساني أكدوا أن خطوة كهذه من شأنها أن تسد الطريق أمام الميليشيا في استثمار الجانب الإنساني، خصوصا وأن التحالف سمح بوصول المساعدات قبل الرد على دعوته الأخيرة والمتكررة للأمم المتحدة ومطالبتها باستلام مطار صنعاء وميناء الحديدة لضمان عدم وصول أسلحة للحوثيين. أكدت اليوم بيانات منظمات الإغاثة الإنسانية واليونيسيف للطفولة أن شحنات من الأغذية والدواء وصلت إلى مطار العاصمة صنعاء، وهو ما ينفي ما تدعيه الميليشيا الحوثية الانقلابية عن كون التحالف يمنع وصول المواد الإغاثة والمواد الأدوية إلى المدن اليمنية التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية. تتعامل قيادة التحالف العربي بإنسانية تامة مع الملف اليمني، حيث سمحت اليوم بوصول شحنات من الدواء ستفيد أكثر من 600,000 طفل، حيث وصلت كمية من اللقاحات لمرضي الدفتيريا والتيتانوس. استقبلت قيادات الميليشيا الطائرات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة وما تزال تنكر فتح الحظر عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، ومع كل وصول للمساعدات يسيطر الخوف على المواطن اليمني لتأكد نهبها من قبل الحوثيين والمتاجرة بها في السوق السوداء. محمود الحميدي، الإخبارية.